بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستكمل معكم المعجزة المبهرة للعدد 19 في سورة مريم، وأرجو مشاهدة الحلقتين السابقتين، ضروري جدا، لأن فيهما الأساس الذي سنتابع ونبني عليه الآن. طبعا قلنا باختصار، سألخص لكم أيها الأحبة ما قلناه في الحلقتين السابقتين. الله تعالى في بداية الوحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة مدثر، وذكر فيها الرقم 19، قال تعالى عليها 19، خاطب بهذا الرقم أهل الكتاب، قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم خص سورة في القرآن الكريم مهمة بالنسبة لأهل الكتاب، وتتحدث عن أهل الكتاب، وتبرئ السيدة مريم عليها السلام من تهمة الفاحشة التي ادعاها اليهود كذبا وبهتانا، وتبرئ المسيح عليه السلام أن يكون ولدا لله أو ابنا لله. وبالتالي هذه السورة تخاطب أهل الكتاب مباشرة، بما أن الله تعهد أنه سيجعل العدد 19 وسيلة لليقين، عليها 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وسيلة لليقين، فجعل رقم سورة مريم في القرآن 19. دعوني أبحث عن سورة مريم الآن، هذا البرنامج فيه ميزة، تستطيع أن تختار سورة معينة. تأملوا معي، السورة رقم 19 هي سورة مريم، أضغط هنا موافق فيعرض لي سورة مريم. إذن سورة مريم أيها الأحبة رقمها 19. عدد الآيات التي تحدثت عن مريم من أول مرة ذكر فيها مريم إلى آخر مرة ذكرت فيها كلمة مريم في سورة مريم 19 آية بالضبط. وقلنا في الحلقة السابقة إن عدد كلمات سورة مريم هو 1083 كلمة، طبعا ما عدا كاف ها يا عين صاد، لأن هذه الحروف لها طريقة معاملة وطريقة إحصاء خاصة بها، لا تدخل ضمن حسابات الكلمات العادية. عدد كلمات السورة قلنا ما عدا كاف ها يا عين صاد 1083 كلمة، يساوي 19 في 19 في 3. ال 19 الأولى هي رقم سورة مريم، ال 19 الثانية هي عدد آيات قصة مريم، الثلاثة هي تكرار اسم مريم في سورة مريم، يعني سورة مريم ذكر فيها اسم مريم 3 مرات. وعندما قمنا بعد حروف اسم مريم في سورة مريم، يعني قمنا بعد حروف الميم الراء الياء الميم الثانية، طبعا وعددنا الحرف الياء الذي هنا، لأننا قلنا إن هذه الحروف المقطعة لها طريقة معاملة خاصة، نحصيها كحروف ولكن لا تحصى ككلمة. كان عدد حروف اسم مريم في سورة مريم أيضا 1083 حرفا، يساوي 19 ضرب 3. سبحان الله، شيء مذهل. اليوم أيها الأحبة أنا سأعيش مع هذه الحروف. هذه الحروف ليست موجودة في معاجم اللغة، لا، ليست كلمة وليست حرفا وليس لها معنى نعرفه يعني، وليست اسما وليست فعلا. إذن هي حروف فيها سر عظيم، نحاول أن نكتشف هذا السر أيها الأحبة. هذه الحروف أيها الأحبة كاف ها ياء عين صاد هي حروف مميزة خص الله بها بعض السور، وعلى ما يبدو أن هذه الحروف فيها إشارة لشيفرة رقمية موجودة في القرآن، لو أن أحدا حرف القرآن ستختفي هذه الشيفرة، ستختل. سنحاول أن نثبت ذلك أيها الأحبة. هذه الحروف لها إعجاز يقوم على العدد 19،
إعجازها يقوم على العدد 19. يعني لو قمنا بعد حروف الكاف هاء ياء عين صاد في سورة مريم سنجد عددا محددا، ولكن هذا العدد لا ينضبط وفق الرقم 19 إلا إذا أضفنا البسملة هنا. لماذا؟ سأشرح لكم لماذا. نحن وضعنا خيارا في البرنامج فيه هنا إضافة البسملة، نضيف البسملة في أول السور ما عدا سورة التوبة لأنه لا يوجد فيها بسملة. دققوا أيها الأحبة، أنا عندما أحدد هذه الآية أو هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم كم حرفا؟ 19. الله تعالى جعل عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19 وجعل علاقة بينها وبين الحروف المقطعة، لذلك الحروف المقطعة في القرآن لها إعجاز يقوم على العدد 19 ويجب أن تأخذ بالحسبان البسملة أثناء الحسابات، لها طريقة خاصة في الحساب سبحان الله. الآن دعوني أبحث عن حرف الكاف والهاء والياء والعين والصاد في سورة مريم مع البسملة، هل يمكن أن يكون له علاقة بالعدد 19؟ دعوني أيها الأحبة، أنا إذا قمت بتحديد آيات السورة سيعطيني هنا توزع الحروف، طبعا هنا سأختار نظام 28 حرفا لكي يعني يتميز هذا النظام أن الألف دائما تعتبر ألف. يعني في النظام الثاني الألف هنا إذا كانت الهمزة فوقها تعتبر حرفا، إذا كانت تحت يعاملها الكمبيوتر حرف آخر. نحن لنتلافى هذه المشكلة نختار نظام 28 حرفا هو عدد حروف اللغة من الألف إلى الياء 28 حرفا وهي حروف القرآن الكريم. الآن أيها الأحبة عندما نحدد آيات السورة كلها مع البسملة طبعا نجد أن حرف الكاف هنا، دعوني أستخدم الآلة الحاسبة لكي يعني يكون كلامنا دقيقا. الآن سأقوم بإحصاء حرف الكاف والهاء والياء والعين والصاد في سورة مريم. سورة مريم رقمها 19 قلنا، وكلماتها مضاعفات 19، وحروف اسم مريم مضاعفات 19، وآيات القصة قصة مريم أيضا 19. فهل تأتي حروف كاف هاء عين صاد متناسقة مع العدد 19؟ دعوني أتأمل. حرف الكاف هنا أيها الأحبة طبعا يستطيع أي واحد أن يحمل هذا البرنامج ويطلع على قاعدة البيانات ويقارنها بالمصحف، مصحف المدينة المنورة، سيجدها مطابقة حرفا حرفا وكلمة كلمة، يعني ليس فيه أي خطأ. طبعا البرنامج يعني على مدى أكثر من 10 سنوات جرى تدقيقه مئات المرات، والحمد لله نحن متأكدون بنسبة 100% من هذه الأرقام. حرف الكاف هنا أيها الأحبة تكرر 137 مرة، سأضع الرقم 137 زائد حرف الهاء، الهاء 175، 170 75 زائد حرف الياء 343. طبعا نحن نعد مع البسملة، انتبهوا، 343 زائد كاف ها ياء عين، حرف العين هنا تكرر 117 مرة، 117 زائد كاف ها ياء عين صاد، حرف الصاد 26 مرة فقط، 20 26. كم المجموع أيها الأحبة؟ 798. هذا العدد أنا لدي هنا في البرنامج طريقة لتحليل أي عدد إلى عوامله الأولية. إذا كتبنا 798 98 قام بتحليله على الفور يساوي 19 في 7 في 3 في 2. سبحان الله، يعني
يعني انظروا أن الله تعالى أحكم هذه الحروف، جعل حروف الكاف هاي عين صاد تتكرر في سورة مريم التي رقمها 19 عددا من مضاعفات العدد 19 ومضاعفات العدد 7 الذي هو أيضا فيه إعجاز. وهنا العدد 6 اثنان في ثلاثة له حكمة. لماذا؟ لأن العدد 19 مضروبا في 6 ماذا يساوي؟ يساوي 114 عدد سور القرآن. لذلك نحن هنا إذا قمنا هذا العدد إذا قسمناه على 100 على 7، إذا قسمنا هذا العدد على 7 ماذا يعطينا؟ يعطينا 114 عدد سور القرآن. فكأن الله تعالى يريد أن يقول لك أيها المشكك، لقد أنزلت لك سورة وضعت رقمها 19 وجعلت آيات القصة 19 وعدد حروف مريم في هذه السورة هو 19 في 19 في 3، 3 تكرار اسم مريم في سورة مريم، وجعلت عدد كلماتها ما عدا الكاف هاء عين صاد كلمات السورة هو أيضا 19 في 19 في 3، وجعلت عدد حروف الكاف والهاء والياء والعين والصاد مع البسملة، البسملة لأنها تتألف من 19 حرفا في كل السورة مع البسملة جعلتها عددا هو 798، أيضا هو من مضاعفات العدد 19، وبنفس الوقت هو من مضاعفات عدد سور القرآن 114. 114 في 7، يعني لو ضربنا عدد سور القرآن بالرقم 714 ضرب 7 يعطيني 798، هي عدد حروف كاف هاء ياء عين صاد. معادلة متكاملة ومذهلة أيها الأحبة. الآن أنا أريد أن أنتقل إلى عدد حروف السورة كلها. كم عدد حروف السورة؟ هنا طبعا سنعود لنظام العادي من دون إضافة البسملة. سنجد أن السورة تبدأ بكاف هاي عين صاد وتنتهي أو تسمع لهم ركزة. هذه هي سورة مريم. أيها الأحبة انتبهوا معي، كاف هاي عين صاد قلنا لا نستطيع أن نرى إعجازها إلا إذا عاملناها بطريقة خاصة، يعني لا نعاملها ككلمة عادية وليست حروفا عادية، بل لها نظام خاص. العمل الذي قمت به أنني عددت حروف كاف هاء عين صاد هكذا أيها الأحبة. أنا كتبت هذا قبل قليل، طبعا هنا كتبت كاف هاء ياء عين صاد، كاف ثلاثة أحرف، هاء اثنان، ياء اثنان، عين ثلاثة، صاد ثلاثة، المجموع 13. أنا سأتعامل مع سورة مريم على أساس أنني كما أقرأ هذه الحروف، لأنها حروف تختلف عن أي حروف أخرى، لا تشبه أي حروف أخرى في القرآن. يعني كل يعني كلمات سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كل كلمة من هذه الكلمات لها معنى، إما اسم أو فعل أو حرف، لها إعراب، لها وجود في معاجم اللغة، وهكذا كل كلمات القرآن باستثناء هذه الحروف التي حيرت مفسرين، ومعظم المفسرين قالوا هي أسماء لله أو هي أوائل أسماء الله، منهم من قال هي تحدي للبشر، وجميعهم يختم كلامه والله أعلم بمراده، لم يصلوا إلى يعني شيء يمكن أن نعتبره المعنى الدقيق لهذه الحروف. ولكن نحن نستكشف الآن ملامح نظام رقمي هذه الحروف، لها إعجاز في هذا النظام، لها وجود في هذا النظام. لأنك لو غيرت حرفا من سورة مريم مثلا سيختل هذا البناء بالكامل. الآن أيها الأحبة دعوني أعد حروف السورة ما عدا كافها يا عين صد.
انظروا معي هنا، أنا استثنيت الكاف هاء عين صاد وبدأت التسلسل هنا واحد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني كذا كذا إلى آخر السورة، أو تسمع لهم ركزة. هذه السورة كم عدد كلماتها؟ 1083 كلمة. دققوا معي، طبعا نحن نتعامل هنا ما عدا الحروف المقطعة، كلمات السورة ما عدا كاف هاء عين صاد. عدد الكلمات 1083. أنا هنا سأقوم بتحليل هذا العدد 1083 إلى عوامله الأولية. سأكتب 1083 عدد كلمات سورة مريم ما عدا كاف هاء عين صاد. عدد كلمات السورة 1083 يساوي 19 ضرب 19 ضرب 3. إذن هذا إعجاز واضح. الآن عدد حروف السورة أيها الأحبة، إذا قمنا بعد الكاف هاء عين صاد كما قلنا، كما تلفظ كاف هاء عين صاد 13 حرف، يعني أصبح لدي، انظروا هذا الإعجاز أيها الأحبة، سأضع هنا عدد الحروف 3863 زائد 13، أصبح لدي عدد حروف السورة كاملة مع اعتبار كاف هاء ياء عين صاد 13 حرفا كما تلفظ، أصبح لدي 3876 حرفا. ما هذا العدد؟ دعوني أحلل هذا العدد لعوامله الأولية. إذن 3876، انظروا هذا العدد كم هو جميل، يساوي 19 في 17 في 3 في 2 في 2، إذن هو من مضاعفات العدد 19. إذن عدد حروف سورة مريم مع اعتبار كاف هاء عين صاد كما تلفظ هو 19 في 17 في 3 في 2 في 2. هذا العدد كم يساوي هذا؟ قلنا 19 في 3 في 2 هو عدد سور القرآن، 19 في 6 114، و17 في 2 34، يعني عدد سور القرآن مضروبا بالعدد 34. دققوا معي أيها الأحبة، أنا سأستخدم هنا فقط للإيضاح، سأكتب عدد حروف سورة مريم حسب الاعتبار الذي قلناه هو 3876 حرفا. هذا العدد يساوي، انظروا أيها الأحبة، سأقسم هذا العدد على عدد سور القرآن، تقسيم 114 يعطيني 34، إذن يساوي 114 ضرب 30 34. إذن أيها الأحبة دققوا معي، عدد حروف سورة مريم أصبح لدينا يساوي 114 ضرب 34. 114 عدد سور القرآن، العدد 34 ما علاقته باسم مريم؟ يعني لماذا عدد حروف سورة مريم كاملة مع الكاف هاء عين صاد كما تلفظ لماذا يساوي عدد سور القرآن مضروبا في 34؟ ما هو العدد 34؟ ما علاقته باسم مريم؟ سأذهب معكم إلى برنامج إحصاء القرآن، سأبحث عن اسم مريم، سأكتب مريم هنا وأبحث عنه. كم مرة ورد اسم مريم؟ المفاجأة أيها الأحبة أنه تكرر 34 مرة. اسم مريم ذكر في القرآن كله 34 مرة. إذن أصبح لدينا هنا عدد حروف سورة مريم يساوي أيها الأحبة عدد سور القرآن مضروبا في عدد
مرات ذكر مريم في القرآن. ما رأيكم بهذه النتيجة التي لا أتصور أن إنسان يمكن أن يدعي أنها مصادفة؟ عدد سور القرآن 114 مضروب في عدد مرات ذكر مريم في القرآن وهو الرقم 34. أيها الأحبة، سور القرآن مضروب في تكرار اسم مريم في القرآن يعطيني عدد حروف سورة مريم. يعني معادلة متداخلة بشدة، يعني لا يستطيع، صدقوني لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب أن هذه الأرقام جاءت بالمصادفة. ولو أن أحدا أحدث تحريفا في سورة مريم وأضاف كلمة أو حذف كلمة واحدة، نحن نتحدث على مستوى الكلمة وليس على مستوى نصوص كما حدث في الكتب ما يسمى بالكتب المقدسة، نصوص بأكملها حذفت واستبدلت بنصوص أخرى. هنا لو تغيرت كلمة أو حرف لانهار هذا البناء، لاختلت هذه الشفرة واختفى الرقم 19، اختفت هذه الأرقام. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا أعتبر أن هذه الأرقام هي دليل مادي ملموس واضح، برهان قاطع لكل إنسان يريد أن يتأكد أن هذا القرآن هو كتاب الله الحق، فليقرأ هذه التناسقات العددية القائمة على العدد 19. ولا ننسى أن أول ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها 19. من الأعداد الصحيحة القرآن ذكر من العدد 1 إلى العدد 100,000. على فكرة أول عدد صحيح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها 19، وخاطب أهل الكتاب، ثم بعد ذلك أنزلت سورة مريم وأراد الله أن يكون رقمها 19. وعدد الآيات التي تحدثت عن مريم من أول آية فيها مريم إلى آخر آية ذكرت مريم 19 آية. عدد كلمات السورة مضاعفات 19 مرتين في 3، الذي هو تكرار اسم مريم في سورة مريم. عدد الحروف كما رأينا، حروف السورة كاملة مع كاف هاء عين صاد مضاعفات 19 ومضاعفات 114. كل هذه المنظومة أيها الأحبة أنا لا أجد لها إلا تفسير واحد، أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، تحدى به البشر جميعا أن يأتوا بمثله أيها الأحبة، وأن الله عز وجل جعل هذا النظام دليلا على صدق كلامه. إن شاء الله نستكمل في لقاء قادم هذه المعجزة المبهرة. استودعكم الله وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.